بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول السائل أو تقول السائلة: عمري 37 سنة، أراد شاب متدين أن يعقد علي قبل أن يخبر والدي، فهل أقبل ذلك أم أرفضه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا وصلى الله عليه وسلم. فعلا يعني أن الزواج إن شاء الله تبارك وتعالى هو نصف الدين كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبدو أن العمر 37 سنة هو من الأعمار المناسبة جدا للزواج، لأن المرأة الآن إن شاء الله تبارك وتعالى قد تخطت عمرا، والآن هي قد صارت بإذن الله تبارك وتعالى أكمل عقلا، وبإذن الله الزواج في هذا السن سيعينها إن شاء الله على تجاوز الكثير من المشاكل التي تحدث لصغار السن. لكن تقول: أراد شاب متدين أن يعقد علي قبل إخبار والدي. فهذا المفترض فيه أنه شاب متدين، والشاب المتدين يعرف أن أي زواج لا يتم بالشروط الكاملة للزواج فهو ناقص. إذا شروط صحة عقد الزواج هو بإذن الله الولي، القبول والإيجاب، ثم بعد ذلك الشهود، ثم بعد ذلك التوثيق والصداق وما إلى ذلك. إذا فأهم ركن هو الولي. فيقول: يريد أن يعقد علي قبل أن يخبر والدي. سبحان الله سبحان الله، أنا أقول لك لا تقبلي هذا أبدا، فلك والدان عليه إذا أراد أن يتزوج أن يدخل من الباب وأن يأتي إلى الوالدين ويطلبك من والديك، وهذا أقل ما يمكن أن تفعله البنت البارة بوالديها. لا يمكن أبدا أن تكون عياذا بالله كسقط المتاع، يأتي الرجل فيأخذها متى شاء، وإذا أراد أن يطلقها يطلقها لأنه لا يستشعر أي مسؤولية تجاه أهل الفتاة. فلا بد إذن أن ترفضي، وإن كان صادقا حقا في كونه يريدك زوجة فعليه أن يقوم بخطبتك من والديك. قولا واحدا، وصلى الله على حبيبنا محمد.